السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم عبد اللطيف سعيد. النهارده ان شاء الله هيكون الفيديو ده الرد على الاسئله. يعني لو انت بتابعني على قناتي على اليوتيوب ومشترك ومفعل الجرس، اكيد ظهر عندك المنشورات اللي انا دايما بنزلها على الكوميونتي او المنتدى الخاص بالقناه، وكمان الستوري. واخر منشور واخر ستوري نزلته كنت بقول للناس اللي حد لو عنده سؤال اتمنى ان هو ينزله، على اساس ان انا هعمل فيديو ارد فيه على الاسئله. وطبعا وفيت بوعدي وان شاء الله هرد على هاي الاسئله. فالمره الجايه يعني لو انت حابب ان انت تشارك بالاسئله بتاعتك المره الجايه، ما تنساش ان انت تشترك وتفعل الجرس، لان دايما بنزل عندي او متفاعل عندي على الكوميونتي اللي هو المنتدى وكمان الستوري. تمام، يلا نروح للاسئله. تعالوا في البدايه نرد على اول سؤال جالي. اول سؤال جالي هو من اسماعيل الريفي تكنولوجي. السؤال التقليدي اللي دايما بيجي لي في كل، يعني تقريبا في كل بث مباشر وفي كل فيديو وخلاف، هو ثلاث اسئله في سؤال واحد، فحاول ارد عليهم بسرعه بشكل تفصيلي. هو انت عايش فين؟ انا يا سيدي عايش في البرازيل. يعني انا مصري من السويس عايش في البرازيل، لان هو بيقول لو انت في مصر فانت منين. انا مصري من السويس، من مدينه السويس الباسله، وعايش في الوقت الحالي في البرازيل، تحديدا في مدينه ساو باولو. ايه مجال دراستك؟ انا مجال دراستي يا سيدي هي الملاحه البحريه، عشان اوضح لك الموضوع بشكل اكبر. عارف انت الشخص اللي بيقعد في اوضه القبطان ده ويقول له خلي بالك من الموجه دي، امشي على النجوم، امشي على الخريطه وخلاف، ماسك البرجل والحاجات دي في ايده دايما، هو ده مجال شغلي الملاحه البحريه. بس طبعا انا ما كملتش دراستي فيه، او كملت دراستي بس كان المفروض ان انا اخد يعني كورس اكاديمي، بس كان طبعا كان سعره عالي جدا عليا، استحاله ان كنت اتوفر على المبلغ ده، فرميت الموضوع ورا ظهري يعني. بس هو ده مجال دراستي الملاحه البحريه. خدت كورسات ايه؟ انا ما خدتش اي كورسات في حياتي، كل اللي اتعلمته في الوقت الحالي هو تعليم ذاتي. يعني ما فيش اي كورسات في حياتي اخدتها، كل اللي انا دلوقتي اتعلمته واللي بعلمه للناس هو ده تعلم ذاتي، بحثت وتعلمت وبشارك مع الناس. نيجي للسؤال اللي بعد كده، هو من نبض المعلومات. بيقول استاذ عبد اللطيف، حضرتك ايه سبب عدم ظهور موقعي في اول نتائج البحث؟ بص صديقي، هو وحضرتك رابط موقعه، فاسباب ان موقعك ما يظهرش في نتائج البحث الاولى اسباب كتير جدا، اللي هو يعني انت ما نشأتش الموقع دلوقتي تمام وعايزه بكره يظهر في محركات البحث، ما ينفعش. ده اول شيء. تاني شيء، لو انت بتبحث على موقعك بالاسم ممكن يكون في اسماء تانية متشابهه مع مواقع اخرى، يعني زي اسمك حتى نبض المعلومات، في مليون موقع اسمه المعلومات، فجوجل بطبيعه الحال هياخد اللي الاقدميه واللي ليه باك لينك كويس واللي ليه الثقه الخاصه بجوجل، وهيخليه هو الاول. بجانب برضو انت لازم تتعلم سيو، مفيش حاجة كده ان انت عملت موقع وعايز تظهر في الصفحة الاولى خلاص. المفروض ان انت تتعلم سيو على اساس ان انت تقدر تخلي مش موقعك فقط بل كل موضوعك في الصفحة الاولى. نيجي بقى للسؤال اللي بعد كده، واللي هو المحترف المصري. عايز افضل سرعة واي فاي مناسبة للبث المباشر ومناسبة للعبة بابجي موبايل وانا في مصر. بص، هو عموما بطبيعة الحال ساعة ما انت تيجي تعمل لايف ستريم لأي لعبة او اي حاجة لازم يكون يعني السرعة، لان البث المباشر بيعتمد على الابلود مش الداونلود، فلازم يكون الابلود على الاقل يتجاوز الاتنين ميجا. انا بقول لك ده بثقة، ليه؟ لان انا اساسا الاول السرعة اللي عندي اقولك كانت 2 ميجا وكنت بعمل بث بصعوبة وكان بيقطع معايا كمان، تمام؟ فلازم يكون عندك سرعة بث عالية. في ناس ممكن تعمل بث على 1 ميجا بس بيعملوا تأخر في المزامنة، وده بيستخدموه وده بيستخدموه في البرامج الخارجية زي او بي اس وخلافه، انما على التليفون ما ينفعش، تمام؟ فانت لازم يكون عندك سرعة ابلود عالية، يعني مثلا ممكن 4 ميجا 3 ميجا 5 ميجا، وكل ما كان اعلى كل ما كان افضل. عندي سؤال تاني من يوسف شاري تقريبا، او يوسف، هو يوسف. انا عندي سؤال، انت ازاي بتحط اعلانات؟ اعلانات على ايه بالظبط يا يوسف؟ يعني اللي قصدك على المدونة هو ده عن طريق جوجل ادسنس، لو على اليوتيوب برضه عن طريق جوجل ادسنس، لان هما الحاجتين الوحيدين اللي متاحين عندي يعني. اليوتيوب او موقعي اللي هو مدونه كريز ان انت بيديك يعني صلاحيات ان انت تقدر تحط اعلانات باشكال كتيره جدا، منها اللي هي اعلانات الموبايل لو انت ده قصدك عليه، اللي انت بتلاقيه عندك فوق او اسفل الشاشه ساعه ما انت تيجي تدخل على الموقع من الموبايل. فكل ده عن طريق جوجل ادسنس، معلومة أظن معروفة، وشرحت ان انت ازاي تقدر تفتح حساب على جوجل ادسنس وهتلاقيه عندك في البطاقة اللي فوق ان شاء الله. سؤال من كيرو اكس دي. انت متجوز؟ ولو متجوز عندك كم طفل والسن؟ انا يا سيدي متجوز انما ما عنديش اطفال.
والسن سني 26 سنة، إمبراطورية تقريبا، تمام، هو اسمه إمبراطورية. ما هو هاتفك الشخصي؟ أتمنى تجاوب على سؤالي. هاتفي الشخصي هو اللي أنا ماسكه في إيدي ده دلوقتي، هو LG K10 2017. هو ده عموما فئة متوسطة. أنا كنت ناوي نعمل له ريفيو ساعة ما أنا جبته، بس المشكلة كلها إني الهاتف ده مش موجود في الشرق الأوسط، فعشان كده حسيت إن هو الريفيو بتاعه هيبقى وجوده زي عدمه، لأن الناس مش هتقدر تشتريه إلا بقى عن طريق أمازون، أو إلا مثلا عن طريق بعض المواقع اللي في أمريكا اللاتينية، تمام، لأن هو كان متاح فقط في أمريكا وأمريكا اللاتينية وبعض الدول من أوروبا. اسمه LG K10 2017، ومواصفاته مش كبيرة صراحة، هو 2 جيجا رام، والكاميرا بتاعته أسوأ مما تكون يعني، بس إن شاء الله هغيره قريب. السؤال اللي بعديه هو خالد بيبو، بيقول عايز اشتري لابتوب هيكون معظم شغل عليه اوتوكاد وفوتوشوب، تنصحني بأي جهاز؟ بس يا ريت ما يعديش 10000 جنيه مصري. بص يا صديقي، اللي انا هقوله لك ده افضل حاجه ان انت تركز فيه شويه. يعني لو انت محتاج لو انت محتاج اللابتوب قوي، ماشي، هقول لك ان في بطاقه فوق استعرضت فيها كافه اللابتوبات اللي سعرها تحت 10000 جنيه مصري. انما لو انت مش محتاج اللابتوب وتقدر تعوضه بديسكتوب مثلا، تقدر تجمع ال 10000 جنيه دول، تقدر تجمع بيهم كيسه، يعني لو زودت عليهم سنه بسيطه هتبقى افضل بكتير جدا، على الاقل ان برامج الجرافيك اللي انت هتستخدمها زي الاوتوكاد او الفوتوشوب او غيره، اكيد طبعا انت مش هتكتفي بده فقط، ممكن ان انت تحتاج تشتغل على افتر افكت او ادوب بريمير او غيره من البرامج التانية، لان احتياجنا احنا كمصممين على اساس ما انا بعتبرك مصمم، ما يعني ما بيشملش فقط الفوتوشوب وخلاف او الاوتوكاد، فيفضل ان انت تجمع جهاز مثلا اللي هو مثلا يعني الجيل الثامن من المعالجات انتل الجديده مثلا، اللي هو مثلا جايب 6 انويه اي 3 مثلا، عندك مثلا سيدي اللي هو او 4 انويه سوري معلش، عندك مثلا اللي هو مثلا رام 16، اهم حاجه كارت الشاشه لان هو العامل الاساسي. هتجمع جهاز متوافق مع شغلك وهيريحك، انما لو انت عايز لاب فانا سايب لك بطاقه فوق، البطاقه دي هيكون فيها كافة اللابتوبات اللي انا استعرضتها في سنة 2018 تحت سعر 10000 جنيه مصري، تمام. ففي حاجة تانية عايز اقول لك عليها، ساعتها ما تيجي يعني تشتري لابتوب، اكيد طبعا السعر ده ال 10000 جنيه مصري مش هيكون متوافق معاه او مش هيكون جاي معاه كارت الشاشة، فانت تقدر تعوضه بايه؟ تقدر تعوضه اول حاجة بالرامات، تقدر ان انت تعلي الرامات بتاعتك من 8 ل 16، بجانب برضو ان انت تقدر تعوضه بهارد الاس اس دي. انا شرحت قبل كده بالتفصيل عن هاردات الاس اس دي، وبرضو هسيب لك البطاقة بتاعتها فوق، قلت ايه اهمية هاردات الاس اس دي في اللابتوب او الكمبيوتر العادي، وساعة ما انا جيت حطيته حسيت بفرق واداء رهيب في فتح البرامج، في الاستخدام، وكمان في الرندر، فده عامل مهم جدا. تقدر ان انت تشيل مدخل اس سي دي اللي تقريبا ما حدش بيحتاجه دلوقتي، ما حدش بيستخدمه، وتحط بداله هارد ديسك. جلفان، اريد ان اصور سطح مكتب سطح المكتب بحيث يكون التصوير بس على برنامج توتش. يعني سبحان الله يا اخي، انا والله لسه شارح السؤال ده او لسه شارح البتاع ده من يوم فات. هتلاقي عندك برضه في البطاقه اللي فوق او في اللينك اللي في الوصف، كافه البطاقات اللي فوق احاول ان احط لكم اللينك بتاعها في الوصف عشان يسهل برضه اللي هو ايه ان انت تروح يعني للراوند بشكل اسرع. للبطاقه للينك اللي في الوصف هتلاقي الشرح ده، شرحت ان انت ازاي تقدر تعمل بث مباشر، تفتح حساب على تويتش وتعمل بث مباشر على تويتش، وبرضه اللي هو شرح برنامج الاو بي اس اللي هو يعتبر بديل برنامج الاو بي اس اللي هو ستريم لابس او بي اس، هو نفس النواه بس في اداء او في مميزات اعلى بكتير جدا يعني عليه. النوسي 2000، كيف اضيف قصص لليوتيوب ولازم عدد مشتركين معين؟ على ما اظن لازم عدد مشتركين معين، الصراحه ما اعرفش كام بالظبط لان سؤالك جه مفاجئ ليا، انما لازم عدد مشتركين معين، لازم على ما اظن ان هو يتعدى ال 10000 ال 10000 مشترك، ال 10000 جنيه لازم يعدي ال 10000 مشترك على اساس ان هو يتفعل عندك، تمام. بجانب برضو ان اليوتيوب هي بتفتحه لك لوحدها كده، يعني ممكن تفتحه لك وممكن لا، يعني في بعض الحالات انت لازم برضو تتراسل مع الدعم، لو انت عديت ال 10000 مشترك لازم ان انت تتواصل مع الدعم على اساس ان هم يفعلوا، لان مش هيفعله لك كده بشكل على طول، يعني زي الكوميونتي بالظبط. مهد اسك، لو اتقفل لي قناه ممكن اعمل قناه تانية ولا خلاص الاي بي بكون يعني بيكون عندهم؟ يعني الفكره كلها ان هو الاي بيهات بتتحفظ او جوجل عارفه كل اي بي انت استخدمته في حياتك ببياناتك الشخصيه كلها، بس لو قناتك اتقفلت تقدر ان انت تفتحه تاني عادي جدا، يعني
تمام، او تعمل قناة تانية على نفس الاي بي. بس يعني حاول ان يكون لو انت عايز تكسب، اكيد طبعا ادسنس ما بيش يعني ما بيسمحلكش بنفس البيانات، فحاول ان انت تغير البيانات بتاعتك. تمام، حاول ان انت تغير البيانات بتاعتك على اساس ان انت تقدر يعني تقدر تفتح حساب على جوجل ادسنس، وكمان تفعله على اليوتيوب. ما عندي اسئله، لكن احب اقول لك استمر، الله يوفقك في مسيرتك. والله بجد يعني تحياتي الكامله وتحياتي الكبيره ليك والله. اي تو اتش جيم، كيف حالك يا صديقي؟ هل راح تنزل فيديو عن السيت اب او استوديو التصوير؟ ان شاء الله هيبقى في استوديو خاص بي قريب، انما انا في المكان اللي قاعد فيه في الوقت الحالي ده اير بي ان بي، وهنزله فيديو قريب ان شاء الله. انا كل مره اقول لكم، بس ان شاء الله ناوي ان انا اركز قوي او اتفاعل قوي في الفيديوهات اللي ان شاء الله هنزلها، يعني باستمرار احاول انزل على الاقل فيديوهين ثلاثه في الاسبوع باذن الله. عبدو عادل، هو اليوتيوب بيتحقق من المعلومات وبعد كده بيجيب لك تاريخ ميلادك واسم المحافظه واسم البنك اللي هيبعت لك عليه الارباح؟ بص، لو انت عايز ان انت تعرف الطريقه اللي بتبعت عليها الارباح، هو انت لازم تحط بياناتك الحقيقيه. يعني في هنا معلومه ناس كتير جدا ما تعرفهاش، انت تقدر ان انت تحط معلومات بنك مختلف عن المعلومات البنكيه الخاصه بيك. يعني مثلا كمثال، انت مثلا يا سيدي تقدر ان انت تسحب اي فلوس. تمام، لو انت مثلا عندك اسم حسابك على جوجل ادسنس اسمه مثلا مصطفى، وانت عايز تسحب على حساب بنكي اسمه محمد مثلا كمثال، تقدر ان انت تعملها. بس تعرف اليوتيوب ان ده مش حسابك الرسمي، او تعرف جوجل ادسنس اللي هو بيبقى الوسيط اللي بينك وبين اليوتيوب، على اساس ان هو طبعا بيبقى من يعني هو ده بيبقى على الارباح وانت بتسحبها. ففي اكتر من طريقه، ممكن تسحبها عن طريق وسترونيو اللي هو خدمه تحويل الاموال، او ممكن تسحبها عن طريق البنك. فالبنك بيحتاج البيانات اللي هو مثلا كالرقم البنكي، كالرقم مش عارف ايه، بيانات كتير كده اللي هي ال اس بي اف البي اي جي وحاجات كتير كده بيحتاجها. الارقام دي لازم تروح البنك وتقول لهم انا عايز الارقام دي كلها، على اساس ان هو انت تحطها على جوجل ادسنس، او تملى البيانات اللي بيطلبها منك جوجل ادسنس على اساس ان انت تقدر تسحب ايا كانت البيانات اللي هو الاسم تاريخ الميلاد وخلافه هتحطها. فلو انت مثلا بتسأل هل يكون الاسم مخالف للاسم مثلا، او الاسم مخالف للحساب الاساسي مثلا كأدسنس احمد والحساب البنكي محمد، عادي مفيش اي مشاكل تقدر تسحب. في تعليقات كتير جدا اللي هي بقى يعني كالآتي، اكسترا جيمينج اللي هو انا قناتي عن الجيمز مفيش اي تفاعل، وبرضه نفس النظام اللي هو يوتيوب. تمام، انا مشكلتي في قناتي تتكلم عن تنزيل الالعاب والبرامج ومفيش دعم. بص يا جدعان، مفيش اي حاجه بسهوله. يعني انت مثلا انا هنا بقالي في اليوتيوب، او انت دلوقتي قاعد بتشوفني، انا نزلت فيديوهات او نزلت اكتر دلوقتي من 480 فيديو على حسب ما اتذكر، يعني نزلت اكتر من 480 فيديو. تمام، 480 فيديو دول من خلالهم انتوا اتعرفتوا عليا والفيديوهات عجبتكم واشتركتوا في القناه. تمام، هي دي النقطه، مفيش حاجه بالسهل. انا تعبت في الفيديوهات ورفعت فيديوهات على اساس ان انا اقدر ان انا اجيب تفاعل، انما الناس عايزه ان هي تنزل فيديو واحد وبعد كده ان هي عايزه تجيب مشاهدات وتفاعل مشتركين. اقصى حد يعني مثلا واحد لقيته منزل خمس فيديوهات بيقول ان انا ما عنديش اي دعم، ما عنديش اي مشتركين او اي مشاهدات. ما اكيد ليه؟ لان انت لازم تتعلم من اخطائك. الفكره كلها او فكره اليوتيوب يا جدعان باختصار شديد هو مشروعك المصغر. ما ينفعش ان انت تفتح مطعم مثلا كمثال فول وطعمية في منطقة مقطوعة وتقول للناس انا ليه ما بيجيليش زباين. تمام، انا كده بخسر، ما بيجيليش زباين. نفس الامر اليوتيوب، اليوتيوب مشروع صغير لازم تصرف عليه، وتعرف المكان اللي انت هتعمل فيه المطعم كمثال يكون مكان حيوي، تعرف الناس بتحب اكل ايه وتعمله وخلافه من المعلومات دي كلها. المعلومات دي كلها هي بقى في المحتوى الرقمي، اسمها CEO او CEO زي ما احنا عارفين، او تهيئة محركات البحث. لازم تعرف اللي هو الناس بتحب ايه في الوقت الحالي على اساس ان انت تقدمه. لازم تعرف حاجات كتير جدا اللي هي هتفيد قناتك بعد كده قدام، وده بيجي عن طريق بحثك. فانت لازم ان انت تعرف الاول انت عايز ايه بعد كده، او الناس عايزة ايه بعد كده، تقدر تقدمه باحسن شكل ممكن. اتمنى تكون فهمت قصدي. للناس اللي هي دايما بتطلب الدعم، انا لو قلت للناس او قلت للكوكب الارض كله اشترك في قناتك، ممكن تلاقي 2-3 اشتركوا. ليه؟ لاني محدش مهتم انه يشترك في قناتك لانه شايف المحتوى بتاعك سيء.
فانت حسن من نفسك من غير ما تطلب من حد الدعم، وهتلاقي المشتركين بيجوا لك لوحده. اتمنى اكون فهمت قصدي، واتمنى ان اكون افدتك. ابو ماهر، هكون سعيد جدا لو قريت سؤالي، يا ريت تدعمني. وسؤالي، هل المدونه حاجه كويسه؟ يعني لو بتجيب ربح كويس، ولا اعتمد على القناه فقط؟ لاني المدونه ومشتري، لاني عندي مدونه ومشتري دومين ومشتري قالب نفس القالب الخاص بمدونتك، وحسيت اني غلط لان الناس بطلت قراءه. بص ابو ماهر، لو الناس بطلت قراءه محدش هيتقدم في الوقت الحالي. يعني مصر الدوله الاخيره تقريبا او الدوله الاخيره في التعليم، انما احنا اكبر دوله عربيه في الوقت الحالي بتالف كتب. يعني دي احصائيه ما حدش يقدر ينكرها، احنا الدوله الوحيده في الوقت الحالي بتالف كتب، او اكتر دوله بتالف كتب. يعني ممكن تصدر في السنه الواحده اكتر من 5000 6000 كتاب، بعض الدول ما بتكملش 600 كتاب. تمام. وممكن تكون الرقم اللي انا قلته غلط، بس ادور عشان تعرف الرقم الصحيح. تمام، ده اول حاجه. تاني حاجه، الناس ما بطلتش تقرا، بس الفكره كلها ان انت بتستهدف نيتش غلط. طب ايه النيتش ده؟ النيتش ده هو المحتوى اللي انت بتقدمه. يعني انت مثلا بتقول الله يعني الله اعلم بقى انت المحتوى بتاعك بتتكلم عن ايه، بتتكلم عن اخبار، بتتكلم عن تقنيه، بتتكلم عن العاب، بتتكلم عن اي حاجه. لازم تعرف الناس عايزه ايه عشان تقدر تقدمه، لان انت ممكن تنزل موضوع ما حد بيبحث عنه، الكلمه المفتاحيه بتاعته قليله جدا، مثلا ممكن 2 3 في الشهر يبحثوا عنه. يبقى انت كده وقعت مدونتك بايدك، لان انت اصلا مش مستهدف كلمه عاليه. انما مثلا لو انت عايز كلمه عاليه عليها شغل كتير جدا او عليها زيارات كتير، كمثال يا سيدي، كمثال الترند دلوقتي ايه؟ لعبه ببجي. اكتب اكتر من موضوع على لعبه ببجي، تمام، على اساس ان انت تقول لجوجل انا دلوقتي مركز على لعبه ببجي، هي هتطلعك. لو انت مش فاهم حتى يعني ايه كي ووردز وازاي تمسك كلمات وخلافه، اكتب اكتر من موضوع عن لعبه ببجي، وهتلاقي نفسك ان انت على الاقل رفعته في الصفحه الاولى. مش هقول لك في المرتبه الاولى، لا، على الاقل موضوع واحد ليك يكون في الصفحه الاولى. تمام. بس برضو في عوامل تانية، اللي هو كالدومين والدومين اسورتي، وكمان الدومين بتاعك ليه اقدميه ولا لا، وحاجات كتير جدا، وحاجات كتير جدا لازم ان انت تقرا وتتعلم عشان تقدر تفهم انت ازاي تقدر تخلي او تجيب زيارات عندك على المدونه. بجانب لو انت بتفضل اليوتيوب عن المدونه، ركز في اليوتيوب. يعني استهدف نقطه القوه الخاصه بيك. لو انت حسيت ان انت اقوى في اليوتيوب، سيبك خالص من المدونه، ما تضيعش عليها وقت. لو انت حسيت ان انت اقوى في التدوين عن اليوتيوب، ركز في التدوين وافهم يعني ايه تهيئه محركات البحث والسيو ومسك الكلمات والكيوردز والحاجات دي كلها. هتضيع مثلا سنه من عمرك بتتعلم، بس في السنه دي هتحقق نتائج انت كنت تقول ازاي انا ما كنتش اعرفها قبل كده. فهمني؟ اتمنى ان انت تتقدم، وان شاء الله هتلاقي مدونتك يعني في الصفحه الاولى قريب. يوسف اليساري هنا بيقول طريقه رفع ربح ادسنس وسعر الضغط. الموضوع ده زمان احنا كنا بنعمله، ان احنا كنا بنشوف الاعلانات او المواقع اللي هي ما بتديش سعر ضغط عاليه او سعر مشاهدات عاليه، كنا بنشيلها. انما في الوقت الحالي الموضوع صراحه ما تضحكش بيه، لان انت هتضيع فلوس على الفاضي او هتضيع مجهود على الفاضي، بل بالعكس ممكن تخسر اكتر. فسيب كل شيء اوتوماتيك، لان جوجل دلوقتي هي بتديك الاعلانات اللي هي بتديك اعلى نسبه ربح من غير ما انت تحرك رمش عين حتى. خنقني فعلا. بص يا صديقي، انت عايز تفتح قناه على اليوتيوب وتقدر تربط حساب جوجل ادسنس على المدونه، طيب فتح قناه على اليوتيوب الموضوع سهل، تمام، انت اكيد عارفه. جميل، انت ازاي بقى تقدر تفعل جوجل ادسنس على حسابك؟ لازم ان انت تتخطى ال 4000 ساعه مشاهده، تمام، بعد كده تجيب 1000 مشترك. ده قانون اليوتيوب الجديد، تتخطى ال 4000 ساعه مشاهده بعد كده تجيب 1000 مشترك، على اساس ان انت تقدر تفعل ميزه الربح عندك على قناتك. ان انت ازاي بقى تقدر تربط حساب ادسنس بقناتك، دي ان شاء الله هسيب لك اللينك بتاعها هنا فوق في الفيديو، او البطاقه فوق في الفيديو، هتقدر تعرف ان انت ازاي تقدر تربط حساب جوجل ادسنس بقناه اليوتيوب، عشان في ناس كتير جدا بتفعل انما ما بتقدرش انها تربط والارباح كلها، او هي تفضل انها تعمل في فيديوهات وما بتشوفش ارباح في النهايه، لان اساسا هي مش رابطه قناتها بجوجل ادسنس. فاسيب لكم انا ان شاء الله البطاقه دي فوق. وده كان اخر سؤال عموما، وكده اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو. انا اسف لو طولت عليكم، بس حابب ان ارد على كل الاسئله. وزي ما قلت لكم، لو انت عايز ان انت ان شاء الله يعني قريب انا هعمل فيديو تاني رد على الاسئله بجانب البث المباشر، انا بعمله كل يوم جمعه الساعه 8 بتوقيت مصر، او كل يوم خميس الساعه 8 بتوقيت مصر، معلش كل يوم خميس الساعه 8 بتوقيت مصر بعمل بث مباشر برد فيه على كل الاسئله. فلو انت حابب ان انت تسيب سؤالك على اساس ان شاء الله اعمل
فيديو تاني ارد فيه على اسئله. فاتمنى انك تشترك في القناه وتفعل الجرس، لاني ممكن في اي وقت انزل فيديو عندي على المنتدى الخاص باليوتيوب او عندي على اللي هو الستوري او القصص، واقول يا جدعان لو حد عنده سؤال يسيبه على اساس ان ارد عليه، لاني دايما بكون بتفاعل، وخاصه في الستوري في الوقت الحالي هكون متفاعل عليه بشكل كبير جدا على اساس ان هو هيكون زي الفلوجز بمعنى ادق. رايكم فكره حلوه؟ ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. شكرا جدا ليكم والسلام عليكم.